طيب ناخد دكتور محمود شاهين معانا على التليفون كالعادة أول الأسبوع. دكتور محمود بونجور، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضراتكم وكل السادة المشاهدين، أهلا بيك يا دكتور. بنحب دايما أول الأسبوع حضرتك تكون معانا ونهاية الأسبوع برضو عشان نطمن على الويكند، بس أنا في حاجة معرفش هل أنا اللي شعرت بيها بس ولا ده كان أمر طبيعي. امبارح كنت حاسة إن الجو برد بالليل، هل ده احساس؟ يعني ما بحناش البرد يعني. ما حسيتش؟ مش لدرجة برد الحقيقة. مش عارفة هل كان في حاجة ولا ده أنا؟ لا هو كان في شوية هوا امبارح بالليل. احنا قلنا يعني الفترة دي ممكن نلاقي في فترات الليل شوية نشاط رياح، ممكن ده بيقلل شوية من احساسنا بارتفاعات الرطوبة بالليل. اوكي. خصوصا في الأماكن الإيه المكشوفة، المدن الجديدة، في المناطق دي. لا والله أنا كنت في الليفينج روم. والله العظيم بتكلم بجد. فجأة حسيت إن الجو برد، مش يعني أنا بتكلم بحضرتك بجد. طب أقول لحضرتك حاجة، أنا امبارح لبست الجاكيت في البيت والله العظيم. فعشان كده عايزة أعرف المشكلة عندي ولا فعلاً الجو كان يستدعي امبارح. لا ما كانش يستدعي طبعاً. يبقى المشكلة خلاص كده تمام. بس يعني إحنا بنقول للناس إن فترات الليل بيكون في نسمات من الهواء كده بتقلل شوية من إحساسنا بارتفاع الرطوبة. فده بيخلي الجو إلى حد ما في الأماكن المكشوفة والمفتوحة بيبقى ألذ طبعاً من الأماكن المقفولة يعني. تمام. فترات النهار رغم ان درجة الحرارة ما بين 34 و35 الا ان طبعا برضو ارتفاع الرطوبة واستواء اشعة الشمس بشكل كبير بيخلي احساسنا بالسقف كما لو كان من حار الى شديد الحرارة. يعني احنا لسه في شهر 8 بيخلص بس طبعا فصل الصيف ولسه اول كم يعني اول كم يوم كده في شهر 9 بتكون الاجواء دي هي السائدة معانا خلال هذه الفترة، وان شاء الله خلاص شهر 9 بدأ يهل علينا وفصل الصيف هينتهي 21. الحمد لله الحمد لله. فبإذن الله نبدأ نتخلص نسبيا وتدريجيا من ارتفاعات الرطوبة إن شاء الله. رائع جدا. في أي استفسار؟ لا تمام زي الفل زي الفل. شكرا ليك، دايما بنشكرك على التغطية الرائعة دكتور محمود شاهين.